كريم؟ شكلك تعبان كده ليه؟ لا أبداً، إرهاق شغل مش أكتر. شكلك باين إنك ما بتنامش، هو في حاجة؟ ما أنا مش بنام فعلاً، مزنوق شوية في الشغل معلش. أنت إيه يا معلم، مش هنشرب حاجة النهاردة ولا إيه؟ ده عيد ميلادي بقى، اتقل تتكيف. طب والله ما فيش حد مبوظك غيره. طب قومي بقى عشان نحضر اللي هيبوظه. أنا بقى شايفة إن مفيش داعي تشرب النهاردة، أنت بقالك كام يوم ما بتنامش كويس. بالعكس يا سلمى، سيبيه يشرب، مش يمكن ينسى اللي مضايقه وينام كويس. كاس واحد يعني مش هيحصل حاجة. أوكي، كاس واحد، هطلع برا أشوف سكر. بطلي بقى اللي بتعمليه ده ولا ايه؟ انا عملت ايه؟ هي اللي مش طايقه روحها وعمالها تضايقني. طب انت بتعملي كده ليه؟ عملت ايه يا كوكي يا حبيبي؟ حبيبي ايه بس؟ مايا مش عايز استعباط. انا فيا اللي مكفيني. انا وسلمى مولعين في بعض خلقه، واخوكي هنا ما ينفعش حد يلاحظ ان في بينا حاجه يا متخلفه. اوكي تشيل، انا هوعدك اني مش هضايقك تاني. I'm sorry. أنا بني آدمة، مش قادرة أشوفها بتدلعك كده. أبوس إيدك عدي الليلة دي على خير. تبقى لسه زعلان مني. يا ستي ولا زعلان ولا نيلة. طب قول لي I love you. عشان صدقتك مش زعلان. خالة ده أنت فايقة ورايقة باين عليكي. أنا ماشي. لا 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 أوكي 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 أوكي. بس بليز بروميس مي إنك هتبات عندي النهاردة. بليز بس عشان نتكلم. ممكن نتصور كلنا مع بعض؟ يا ريت ممكن؟ خالص. انت بتعمل ايه؟ وايه اللي بتعمل ايه؟ ما عملتش حاجه. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. يا سلمى في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا سلمى؟ اللي بيحصل؟ في ايه يا حبيبتي؟ فهمينا بس. ممكن يعني ايه يا سلمى؟ يا سلمى ما تبوظيش شغلك يا سلمى. سلمى يا سلمى نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.